هذا البرنامج برعاية جوال. مرحبا، بنطل عليكم اليوم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج حذرني انت. تعالوا معي لحتى نشوف الأجواء والتفاعل هون بأريحة، والأسئلة كيف راح تكون. تعالوا نشوف. جميل حمزة. بدر قطوني. السيد خليل برام من الأريحة. احنا برنامج حذرني انت برعاية شركة جوال بالقناة الفلسطينية. تسألني سؤال، اذا انا ما عرفتش اجاوب عليه تربح جائزة. انا اسألك سؤال؟ اسألني سؤال، بس ان شاء الله تكون سؤالك معلومات عامة وتعرف تجاوب. سؤال بس صعب شوي بس. معلومات عامة هذه. مين هو القائد التركي ارطغرل؟ طبعا مسلسل؟ مسلسل. من هو؟ ارطغرل. لا يعني شو موقعه في شو عمل شو عمل بعد المسلسل دمر من عشان متابع المسلسل على هيك حاجه في بالي هو قائد تركي هو كان وضعه يعني جيد في القبيله وكان هو موحد القبائل التركيه في على قبل يعني اول الحكم العثماني في 1800 كنه في 1800 تقريبا هي هم أسس هو أسس الحكم العثماني ابنه عثمان هو اللي أسس الدولة العثمانية ابن أرطغرل وكان هو هم بحكي لك يعني هم استمروا ل 1800-1900 قصدي أنا هو أسس الدولة العثمانية طبعا ابنه لما كبر هو اللي صار يعني الخليفة و أساس الدولة أساس قمة ظن قاعد له الصبح وين وصلت فيه؟ مو متابع مش راح ولا حركة حلقة 103 103 كل عام وأنتم بخير رمضان كريم علينا وعليكم كل عام وأنتم بخير يعني مع القائد أرطغرل على فكرة المسلسلات معبية مع الناس يعني عشان بقعد شاشة التلفزيون صح اللي إيش فيهم بيجيبوا لي أسئلة وبيجوني طيب خليكم معنا في مدينة أريحة عشان نشوف كمان مشتركين كمان حدا خليكم معي تعال مش عارفين شو بدنا نسأل يعني مثلا على أساس إنه ضميري لا يا زلمة لا ضميره صاحي يا زلمة مش لهالدرجة بس هو إنه مش عارفين يعني طبيعة السؤال يعني بتتعلق بإيش والله ما إلي على الحساسة أنا أكيد طلع معك حدا عمره في الحياة وحذرك أكيد حياك الله يا سيدي اهلا وسهلا أريحة القديمة وين؟ قصر هشام هاي كمان واحد شو بدك اعطيك كمان؟ بدي اعرفك لا ما أريحة القديمة قصر هشام مش أريحة مدينة القمر؟ صحيح صح ولا مش صح؟ طب سؤال ايش اعطيك؟ سؤال معلومات هات حزوره مش هات حزوره هات مبارك عندك على البسطه حزرك شيء حزوره والله مرك مره واحد شاب اسمه ابراهيم زلمه انا بعرف اربع حزير على صدره رحاوي الموز يا سيدي الموز وين ما تروح على مصر على عمان تروح على عمان قد تنزل الزياره فرضنا بتلاقي بياع خضره ببيع منيح بيقول لك رحاوي الموز طبعا الموز متجاي من ريحه بس خلص ببيعه انه خلص الموز اللي بكله موز اريحه علينا وعليك ان شاء الله ان شاء الله انا بنعاد عليكم علينا وعليك وانتم بخير السلام عليكم السلام بخير جايين خليكم معنا وبهيك يعني لسه مكملين في مدينه اريحه تعالوا خلينا ناخذ كمان اسئله كمان مشتركين كمان اجوبه ان شاء الله نعرفها تعالوا معي يلا مكملين اربع غروف من اريحه احنا برنامج حذرنا انت برعايه شركه جوال بث على قناه الفلسطينيين تمام بدي اياك تسالني سؤال اذا انا بعرفش اجاوب عليه بتربح جائزه مقدمه من جوال بس عشان
يكون سألك معلومات عامة وتكون عارف الإجابة. تمام؟ أي ساعة صلاة العيد؟ صلاة العيد الساعة 6 6 وربع صح؟ 6 وربع صلاة العيد. صلاة العيد 6 وربع؟ قديش؟ الساعة بالضبط 5:35. الله بدري تكون عتمة لسه. طيب إن شاء الله بنعاد عليكم، إن شاء الله بنعاد عليك وكل عام وأنتم بخير بحلول العيد وحلول شهر رمضان يا رب، وإن شاء الله بنعاد عليك الشهر وربحت معنا جائزة مقدمة من شركة جوال $50 مقدمة من شركة جوال. يا سيدي يسلم ويخلف عليك وانت بخير وصحة وسلامة. الله أكرم، الله يخليك. أبو إبراهيم شاصي جعفر المشاشة. وهذا صعب والله عاد أزرع عزرية. أنو شرط فيه السيد؟ ما حد يساعدك؟ والله صعب، أنت سألني وأنا بجاوبك. أنا فكر برنامجنا اسمح عزرني أنت وأنت بتحط السؤال اللي بده يربحك الجائزة. فيش إن مقاصر ساعدونا يا شباب. بدي السؤال مني. السؤال مني. شوفتك اليوم. اللي ربنا سهله. الحمد لله. أنا راح يطلع معك سؤال ولا كيف؟ والله إن شاء الله بيطلع معاي. يلا حزورة. 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 وبدش مساعد. احكي لازم ترد. لا منك. احكي. احكي. سؤال بدي. طب احكي يا زلمة. هو بشارك لحاله. مين أول ما فتح الأقصى؟ أي حق. مين أول ما فتح الأقصى؟ الجواب. أنا لا. هو غششك السؤال بس ما غششك الجواب. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. حياك كريم. أسألك سؤال. تسألني سؤال. إذا أنا بعرفش الجواب عليه تربح جائزة. عشان تقول سؤالك معلومات عامة وتعرف الإجابة. أنا أعرف الإجابة. أين يقع قصر هشام بن عبد الملك؟ وين؟ في الريح، في منطقة شمال الريح. شمال الريح. طيب مين بنى؟ الملك هشام بن عبد الملك. أني سنة؟ أنت جاوبت. ثلاث أسئلة. وأنت بخير. إحنا برنامج حذرني أنت برعاية شركة جوال مبث على قناة الفلسطينية. تمام؟ بدي إياك تسأليني سؤال، إذا أنا بعرفش أجاوب عليه بتربح الجائزة. إيش يعني حذر؟ مش عارف. ايش هذا؟ ايش لا والله ولا سؤال. لا زي ايش يعني ده سؤال؟ سؤال معلومات عامة هيك، سؤال طبيعه جغرافيا اقتصاد. يعني انت كيف شايف الاجواء في اريحة؟ ها سؤال رايي. رايي في الاجواء حلوه. طيب يا سيدي كل عام وانت بخير. شو نحكي لك هذول؟ الله اكرم. يعطيك العافيه. اكيد الاجواء حلوه يعني، يا ريت الجميع يسالني على الاجواء. بضطرش ادور على اجابه. يلا يا جماعه كملين. حزريه؟ اي حزريه يعني؟ شو بدي يعني؟ من قال اعطي ما لكيسر لكيسر وما لله لله؟ اعطي ما لكيسر لكيسر وما لله لله. صادق صح اعرفها اكيد يعني، فكرت خرافات فيها عادي. اعطي ما لكيسر لكيسر وما لله لله. سيد المسيح عليه السلام. سيد المسيح. الله أعلم. لا متأكد بس الله أعلم. طب ليش شو صار الموقف اللي هو الضرائب والضرائب والملوك وهذا. وما لله لله. تربح جائزة مقدمة من جوال. كل عام وانت بخير، رمضان كريم، نعاد عليك شهر. وانت بخير، شكرا لكم. الله يبارك في عمرك. محمد وشاح. صمد. من أريح. تمام. اعطيني تاريخ ميلاد الشاعر محمود درويش. تاريخ يعني شاعر فلسطيني ومعروف. فلسطيني معروف. طبعا تاريخ جميل. وانا مش عارف، اعطيني الاجابه يا سيدي. حياك الله. تاريخ ميلاد الشاعر الفلسطيني محمود درويش 13/3/1941. 13/3. نعم صحيح. وفاته 9/8/2008. الله يرحمه. تعيش. حياك الله. طيب شكرا لسؤال.
العفو. شكرا لك، كل عام وانتم بألف خير وجوالك بألف خير ان شاء الله. تسلم. الله يسلمك، الله يسلمك عمرك علينا وعليك ان شاء الله، كل عام وانتم بألف خير. احنا برنامج حذرني انت برعايه شركه جوال بفع قناه الفلسطينيه، تمام؟ بدي اياك تساليني سؤال اذا انا بعرفش اجاوب عليه تربح الجائزه، مقدم من شركه جوال بس 10 سؤال معلومات عامه وتكون عارف الاجابه. حزوره طيب، دلو في بير وما له جناح وبطير. دلو في بير وما له جناح وبطير. شو دلو في بير؟ دلو في بير شو الأسانسيل؟ بطير. أيوة. بطير. مش فيش الجناح بطير. الأسانسيل. دلو في بير. دلو في بير. دلو في بير ما إله جناح بطير. أكيد هو اللي بيطلع بطير الأسانسيل. بيطلع بنزل. يعني أنت لما تكون في أسانسيل تكون في دلو يا عم، فكر حالك تكيت وهاي كلاس. طيب. تروح جاهز مقدم شركة جوال $50 مقدم شركة جوال. وانت بخير كل عام وانت بخير الله أكرم. بيان جواني. احنا برنامج حذرني انت برعاية شركة جوال بفع قناة الفلسطينية، تمام؟ بدي اياك تسأليني سؤال اذا انا بعرفش اجاوب عليه بتربح الجائزة. ماذا يوجد بين الارض والسماء؟ شو في بين الارض والسماء؟ في هواء. لا لا. ماذا يوجد بين الأرض والسماء؟ ما هو هذا مش منطقي. لا منطقي. منطقي. حزورة هي ولا ما؟ حزورة. حزورة. فراغ. خلاص. حرف الواو. ماذا يوجد بين الأرض والسماء؟ حرف الواو. صح أنا بعرف بس ما حبيتش أسألك يعني. ما حبيتش تسأل. حرف الواو. وربحت. ربحت يا حرف الواو. طيب ما أنا حرف الواو يعني ربحك $50 من شركة جوال. تسلموا. أنت بألف خير. رمضان كريم. وعلينا وعليك. لازم 25. مشاهدينا نختم حلقتنا من مدينة أريحة. وتابعونا بكرة في نفس الموعد. حلقة جديدة من برنامج حذرني أنت وبرعاية شركة جوال. تضلوا بخير. هذا البرنامج برعاية جوال.